شوي. الو جرب. الو اهلا. صباح كريم. الله اكرم. سلام عليكم. عليكم السلام. من وياي؟ كرار من السماء. كرار من السماء. يا هلا ومية هلا بكرار. كرار تعرف اللعبة؟ ايه ان شاء الله. زين وحافظها؟ ان شاء الله. حضر نفسك؟ ان شاء الله. اكو احد يمك يساعدك؟ لا وحدي وحدي. اوبا الصدمة. تمام كرار بالتوفيق. خلينا نشوف منو راح يلعب ضدك. يلا نستقبل اتصال ثاني. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ومية هلا. من وياي؟ رمضان كريم. الله اكرم ينعاد عليكم بالصحه والسلامه والخير والبركه. من وياي؟ كوثر شاكر. كوثر شاكر من بغداد. من بغداد. ثلاث مرات خسرت. ثلاث مرات خسرتي؟ اي والله العظيم. شو اسوي غير معلوماتي ما ادري شلونها يعني. معلومات كلها صعبه تطلع لي. شفتي يا كوثر غير انت خليك باي. راح اقول لك حكايه بس هذا سر بيني وبينك. احمد متصل متسابق من الكوت، اتصل 11 مره ميأس، بالمره ال 12 يلا فاز، فانت تصيرين الثانيه لو الثالثه لو الاولى تغلبيه بال 13. تريد تجرب 12 مره؟ لو اليوم تريد تجرب 12 مره؟ لو اليوم بالثالثه تفوز. لا ما يجي اليوم بعد 13 مره. مصره اليوم ان شاء الله كوثر. اليوم ان شاء الله. كوثر عليك ابو احمد، انت ركزي وتفوزي. كوثر بقت يمك هذه بعد. انتم معلوماتكم يعني احنا ايش نقدر نسوي غير انه نعطيكم الاسئله وممكن نساعدكم بسؤال بس بعدين ما نقدر، لازم نوقف لان انتم دا تتبارون بيناتكم. يصير مثلا اساعدك واعوف كرار او نساعد كرار ونعوفك، ما يصير. تمام؟ فكل واحد يساعد نفسه. شباب يلا خلاص. حرفا مجموعات بهاي الجوله. احمد وانا الطيبين اللي يساعدون ماتوا. بلش باحمد وانا جديدين دائما نبي يلومونا. احمد حرفا بمنافسه. حرف الكاف. اوكي انتبهتي؟ يس. كوثر وكرار نبلش؟ نبلش حتى نحدد منو اللي راح يبلش بيكم. يلا. حجره ورقه مقص. اوبا يلا يلا يا كرار. يلا 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 البدايه لك. اختار مربع. علوم. علوم. يلا كرار. علوم. 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 كم بوصة يساوي القدم تقريبا؟ 16 بوصة، 12 بوصة، 14 بوصة. بوصة. ها؟ السؤال. ايش قد؟ كم بوصة يساوي القدم تقريبا؟ 16 لو 12 لو 14؟ 12. 12 وإجابتك صحيحة. بداية موفقة يا كرار. يلا يا كوثر. كوثر اي اسمعك يا كوثر. شنو تختارين؟ كوثر معلية صوت التلفزيون. معلومات عامة. معلومات عامة. وسؤالك يقول في أي دولة يوجد برج بيزا المائل؟ برج بيزا المائل وين موجود؟ بريطانيا لو فرنسا لو إيطاليا؟ ايطاليا. والله لو اعرف احكي ايطالي كان قلت لك تاكل ديابة بريتليتو. مبروك. قولها سي سينيوريتا. شفتي سينيوريتا عاشت ايدك. سي سينيوريتا. كوثر نصي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. اي اسمع. يلا يلا يا كرار اختار مربع. اسلاميات. اسلاميات. سؤال الاسلاميات يقول من هو اول من تمنى الموت من الانبياء؟ ايوب عليه السلام، يوسف عليه السلام، ام يعقوب عليه السلام؟ منو من الانبياء دول اتمنى انه يموت؟ يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام. خلينا نشوف. برافو برافو يا كرار، هياتك شاطر وما تحتاج مساعده. يلا يا كوثر عندك كرار منافس خطر وما يختار، شنو راح تختارين؟ والله خلينا نشوف. ادب. ادب؟ طبعا ادب. ادب. سؤال شو يقول من هو صاحب ديوان انشودة المطر؟ بدر شاكر السياب. انشودة المطر. بدر شاكر السياب لو نازك الملائكة لو محمد مهدي. لا 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 بدر شكل شاكل السيار.
بدر شاكر السياب والجواب صحيح. مطار. حلو حلو. يلا نشوف كرار. كرار انقطع الاتصال بي، خلي يرجعون الكنترول مره ثانيه يتصلون بي، وبين ما يتصلون بي خليني اقول لكم شلون تشتركون بهالبرنامج من خلال الاتصال على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. بس شو وقت تتصلون؟ مو على مدار اليوم تتصلون، تتصلون فقط من الساعه 11 للساعه 12، هذا وقت البث المباشر للبرنامج. خلال هاي الاوقات تقدرون تتصلون حتى تشاركون ويانا. شنو لازم تسووا؟ لازم تجاوبون على الأسئلة، وقبل ما تجاوبون على الأسئلة لازم تختارون المربعات الصح. شلون تختارون المربعات الصح؟ بطريقة أنه تكون خط مستقيم، يعني ممكن تختارون علوم أدب إسلاميات، إسلاميات معلومات عامة تاريخ، تاريخ أوائل علوم، يعني بخط أفقي أو عمودي أو حتى إذا ما ماكو مشكلة، المهم أنكم تشكلون خط مستقيم. هي هاي فكرة لعبة الجلقة، ويمكن جيل الثمانينات الجيل الطيبين صح؟ احنا صرنا يعني بداية التسعينات حتى السبعينات كانوا يلعبوها، يعني هاي اللعبة كلش قديمة. شلون هسه حاليا يلعبون الاكس او؟ بالضبط نفس الشيء، لازم تشكلون خط مستقيم او خط مائل. بهاي الطريقة تقدرون تفوزون ب 200 الف دينار عراقي. بس في حال انه واحد قطع الطريق على الثاني، مثل هسه قبل شويه كرار دا يحاول يسوي علوم ادب اسلاميات، اجت كوثر واخذت الادب، قطعت عليه الطريق ويظلون هسه بيناتهم بحرب مستعره، واحد يقطع الطريق على الثاني. هنا خلصت التسع مربعات، شلون نحدد من اللي فائز بيهم؟ الفائز هو اللي جاوب على اكثر عدد من المربعات باعتبار هن تسعه، من اللي جاوب خمسه ومن اللي جاوب اربعه. نشوف هنا اللي جاوب رقم خمس مربع يعني خمس مربعات هو اللي يفوز، واللي جاوب اربع مربعات بس هو اللي خسر. لعبتنا تعتمد على المعلومات اولا، وعلى سرعه البديهه ثانيا، وعلى السرعه ثالثا، لان لكل سؤال اكو 20 ثانيه للاجابه فقط. في حال ما جاوبتوا خلال هذا الوقت فتخسرون تلقائيا مهما كان خياركم، حتى لو خياركم صح بعد ما تخلص ال 20 ثانيه خلاص ما ينفع بعد جواب. يلا بما انه احنا نتصل على كرار، كرار يعني اللي يريده من عندك انه اترك التليفون لا تتصل، يعني خلينا احنا بدنا نتصل بيك، احنا جاي نتصل الكادر بده يتصل بيك حتى يقدر يحصلك في حال انه اذا ما حصلك. اسمعنا اسمعنا انت اسمعنا هسه بس لا تتصل، لانه اتصالات كثيره بدها تصير على ما راح يقدر اصلا يحصل مره ثانيه، لان الكل اذا يتصل بهذا الوقت. يلا. وعلى هالاساس باعتبار انه كرار يعني خلاص انقطع الاتصال. يلا. كوثر راح يكون عندك فرصه قويه. يلا يا كوثر قدامك المربعات موجوده ويا ان، شنو راح تختاري؟ رياضه. وسؤال الرياضه يقول من هي الدولة المنظمة الأولى لبطولة لكأس العالم لكرة القدم؟ من هو؟ الأرجنتين أم الأوروغواي أم البرازيل؟ وعشرين ثانية وياك يلا. يلا يا كوثر عندك فرصة كلش قوية حتى تفوزي. الأوروغواي الثانية الأوروغواي قالت الثبتين الثانية الأوروغواي الثبتين اي اثبت يعني متأكدة؟ اي ثبت عليك يا الله. كوثر انت ايش كم مرة اتصلتي؟ والله هاي يمكن رابع مرة. هاي رابع مرة يعني انت ثلاث مرات يعني ثلاث مرات خسرت ما جاوبتي، يعني بالمرة الرابعة جاوبتي والف مبروك. مبروك عليك ال 200 الف دينار عراقي. وكوثر ما تبعت احمد بن الكوت اللي 12 مرة يلا قدر يفوز، ثلاث مرات الرابعة فازت. مبروك لك يا كوثر وكرار، حظ أوفر بالمرة الجاية.